بعد انتهاء بطولة أمم آسيا ظهر بشكل عام أكتر من لاعب بشكل مميز جدا وبمستوى عالي، ولكن بشكل خاص ظهر اسم معين كان الحقيقة لافت جدا للأنظار وظهر بمستوى عالمي وسجل أهداف عالمية، مهاجم المنتخب الأردني يزن النعيمات. عشان كده ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن يزن، لان هو اسمه الايام اللي فاتت ارتبط بالنادي الاهلي بشكل كبير. فتعالى نشوف الراجل ده مين وقدم ايه وايه مميزاته وعيوبه، وهل ممكن ينضم للاهلي ولا لا. ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقة جديدة من تيك تاك، اللي بنتكلم فيه عن الصفقات الرسمية للاهلي وعن الناس المرشحين واللي فيه تفاوض معاهم وعن الناس اللي يدوب في كلام واللي أسمائهم ارتبطت باسم النادي الأهلي. بس الأول ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وتفعل الجرس، لأن في حلقات كتيرة بتترفض من الفيسبوك بسبب مشاكل ليها علاقة بحقوق الملكية وبتنزل بس على اليوتيوب. عشان كده إن شاء الله مستنيك هناك. أحمد فهيد يزن النعيمات، نجم آسيا الحقيقي وأفضل لاعب في البطولة ما شاء الله بالأرقام وبالأداء داخل الملعب، مهاجم متمكن ومهاجم مميز جدا وعمل بطولة كبيرة وعمل دوشة حرفيا في البطولة دي، بالرغم من أنه سنه صغير بتتكلم في 24 سنة، إلا أنه ما شاء الله بقاله حوالي سنتين ثلاثة ماشي بشكل مميز جدا. والحقيقة كنت يعني عملت عنه فيديو من سنتين فاتوا ورشحته للأهلي، كان لسه ظاهر وكان سعره وقتها أقل بكتير جدا طبعا من سعره الحالي، وراجل عنده إمكانيات عالية جدا. يزن النعيمات بيلعب حاليا في الأهلي القطري وعقده هينتهي مع الفريق في الصيف اللي جاي، يعني بتتكلم بعد كام شهر هيبقى لاعب حر ولاعب متاح ان انت تتعاقد معاه. وكمميزات فانت بتتكلم عن راجل بسم الله ما شاء الله عنده شخصية كبيرة جدا، وراجل حرفيا شايل المنتخب الأردني بالرغم من سنه الصغير، الا انه له اهداف مقدم فيها مجهود فردي غير طبيعي. على سبيل المثال لما تيجي تشوف هدفه في العراق هتلاقي الفريق كله واقف في نص الملعب ومفيش اي منطق يقول ان الراجل ده ممكن يجيب جون من الكرة دي. شوف الضغط بقى الإيجابي والثقة والشخصية ودخوله وسط ثلاث لعيبة، وطبعا بعدها بقى السرعة والمهارة والفنت اللي عمله بشكل مميز جدا. ومن مميزاته كمان ان هو راجل بسم الله ما شاء الله سريع جدا في قراراته وعنده ذكاء كبير جدا، يعني شوف هنا اللمسة السريعة دي والقرار اللي خده بسرعة ان هو يلعب من لمسة واحدة للراجل ده، وبعدها برضو تحرك بشكل مميز، ولو كان الراجل ده لعبها له بوش رجله او مثلا بالكعب كان يزن هيروح انفراد. لعيب دايما هتلاقيه بيتحرك بشكل ذكي جدا وبطريقه صح وزي ما الكتاب بيقول، لدرجه بتجبر اللعيبه زمايله ان هم يلعبوا له الكوره. عشان كده لما تيجي تتكلم عن يزن بتتكلم عن مهاجم حرفيا متكامل، مهاجم سريع ذكي بيتحرك بشكل كويس جدا بيفنش كمان بشكل مميز، وكمان عنده مهارة كبيرة بيقدر ان هو يستغلها، مش بس مجرد مهاجم قناص بيقف وبيستنى الكرة تجيله وبيفنش، لا هو كمان بيقدر ان هو يقدم مهارات عالية وكبيرة ومميزة. ومن مميزاته كمان انه راجل بيقدر ان هو يتحمل الضغوط، يعني كلنا شفنا اداؤه مع منتخب الاردن قد ايه كان مميز وكان فيه ثبات من اللحظة الاولى ومن المشاركة الاولى، بداية من بطولة كاس العرب واداؤه المميز جدا في مباراة فلسطين وتسجيله الهدفين، وفي مباراة مصر والخطورة الكبيرة والإزعاج الكبير جدا اللي كان عامله وتسجيله الهدف، مميز جدا الحقيقة في محمد الشناوي ومستوى الحقيقة كان جيد بيقدمه طول البطولة، وأرقامه كمان وقتها كانت جيدة بشكل كبير وسجل 3 أهداف وصنع هدف. أما بقى آخر بطولة لعبها مع منتخب الأردن هي طبعا بطولة أمم آسيا اللي كانت من أيام، واللي برضو ظهر فيها بشخصية وظهر فيها بمستوى مميز جدا وبأرقام جيدة، سجل 4 أهداف وصنع 3، وكان واحد الحقيقة من الناس أو من أكتر الناس الموجودة في البطولة ليها ظهور مختلف وليها ظهور مبهر بشكل كبير. عشان كده الحقيقة بشوفه اتظلم في البطولة دي لعدم حصوله على جائزة أفضل لاعب في أمم آسيا، ولأن هو كمان كان راجل يعني على مستوى الأداء على مستوى الشكل اللي ظهر بيه وعلى مستوى الأرقام كان يستحقها بشكل كبير، لكن بشوفه اتظلم وبشوفه ما خدش التقدير اللي يستحقه في البطولة دي. حتى كمان لما تيجي تسمع عصام الشوالي وهو بيعلق على المباراة النهائية هتلاقي ان هو ما اداش للراجل ده حقه تماما، والأول مرة تحس ان عصام الشوالي ما هوش منصف
في تعليقه. يعني لما تيجي تسمع الشوالي وهو بيعلق على هدف أكرم عفيف اللي سجله من ضرب الجزاء هتلاقيه بيقول فيه كلام كبير جدا. مالك يا عفيف، أنت الجول يا دور يا ابن عفيف، يعني على كرة جت من ضرب الجزاء، أنت السحار يا عفيف. وفي المقابل لما تيجي تتفرج على هدف يزن، هدف حرفيا كان هو اللي المفروض يتقال عليه هدف عالمي وهدف ليه سحر كبير جدا، بداية من القطعة وأنه خدع المدافع وعمل نفسه هيروح، وبعد كده قال له طريق استلم انت، وبعد كده راح راجع هو واستلم الكره باليمين بفنت عالمي بالكعب كبير قوي لما بعد ايده وخلى ايده تبقى في جنبه علشان ما تلمس الكره في ايده غصب عنه. كل ده والكابتن عصام الشوالي مش بس ما اشادش بيه، ده حتى ما قالش اسمه. التعادل الاردني 1-1 في 66، 1-1 في 66. اما بقى العيوب او السلبيات فاهمها ان دماغه تقدر تقول عليها هربانه منه شويتين ثلاثه، يعني مثلا ممكن تلاقيه بيدخل في خناقه مع حكم، بيدخل في خناقه مع لاعب منافس، مع مدرب، مع اي حد، وممكن كمان في بعض الاوقات تلاقيه بيتفاعل مع الجمهور بشكل زايد وبشكل فيه قله نضج، زي ما عمل في احتفاله بالصعود لنهائي اسيا لما طلع فوق الشبكه بتفكير غير موفق وبقلة نضج، وبان هو ساعتها يعني كان ممكن يتعرض لإصابة كبيرة جدا رغم ان هو لاعب كبير ولاعب مهم مع منتخب الاردن. وهربانة منه برضو شويتين في ان انت ممكن تلاقيه بيتكلم عن نفسه كتير قوي. خطير انا بصراحة، يعني فيش حد بمدح حاله بس انا بمدح حالي، يعني الغلط قدامي جول 90% جول بصراحة. لكن الحقيقة بشكل عام بتتكلم في مهاجم زي ما قلت لك، مهاجم متكامل، مهاجم عنده مميزات مهمة جدا وعنده شخصية وبيقدر ان هو يتحمل الضغوط، وفي رأيي الشخصي يعني اذا جه النادي الاهلي هيبقى قرار موفق وهيبقى لاعب بيضيف للفريق بشكل كبير جدا. وموقفه حاليا زي ما قلت لك ان هو بعد كام شهر هيبقى لاعب حر ولاعب فري، وتقدر ان انت تتكلم معاه من دلوقتي وتحسم الصفقة قبل الخناقة ما تزيد وقبل ما يبقى عليه صراع كبير جدا. وبدأنا اصلا نسمع كلام ان هو في اهتمام من بعض الأندية في ألمانيا بيه، ولكن مجرد اهتمام ولسه ما تحولش لمفاوضات. عشان كده الأهلي اذا دخل بقلب جامد واذا دخل في مفاوضات جادة مع يزن ممكن جدا يحسم الموضوع قبل ما يبقى فيه خناقة وقبل ما يبقى فيه صراع زايد على اللاعب، لأن موقفه لحد دلوقتي الحقيقة هو مجرد كلام وترشيحات من بعض الناس ومن الجمهور وناس يعني شايفة ان هو راجل قدم بطولة كبيرة، ولكن لحد دلوقتي الأهلي ما تحركش بشكل رسمي ليزن النعيمات. آخر حاجة هستناك انت بقى تقول لي رأيك في يزن وبتشوفه ممكن يبقى أضافة للأهلي، وهل بتشوف أصلا الأهلي هيقدر ان هو يتحرك دلوقتي بشكل سريع وبشكل جد ويحسم الصفقة، ولا هيتأخر وهيبقى عليه خناقة كبيرة من أندية الخليج وزي ما قلت لك من بعض أندية ألمانيا وأوروبا. هستناك تقول لي رأيك في يزن، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفك في حلقة جديدة. أحمد فهي. أحمد فهيد.